بس انا يمكن تعرض نادي الزمالك للايقاف قبل كده اكتر من مره. انا ما يعني ما سمعتش كتير فكره الرخصه دي. كل مره كنا بنشارك هي في ما بطوله كانتش افريقيا، فعلا شرط اساسي صح، ده كلام بس جديد. هم حطوها دلوقتي ان انت لازم تخلص كل الامور الماديه بتاعتك او اي التزامات ماليه قبل المشاركه، ولازم الكاف يكون على علم ده. وهم بيتشددوا لانه الانديه اللي عليها فلوس او عليها تسويه ماليه كتير، يعني في انديه كتير قوي عليها ديون. يعني انت كان عندك النادي الافريقي في تونس مثلا، نادي الوداد في المغرب، كان عندنا هنا نادي الزمالك، هتلاقي انديه كتير جدا عندها مشاكل في الجانب المالي. يعني ده وضع مستجد. يعني بقوا يهتموا بيه جدا قبل عشان كده. سرعة الحل. ده مهم جدا يعني.